عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي للإخوان كاملين المغاربة داخل المغرب وخارج المغرب. كنشكر جريدة أشواق، معكم زهير من طاكسي السائق المهني اللي وقف مع الأخت كنزة في القضية اللي كانت تعرضت لها هذه الاعتداء. وكنبغي نشكر إخوان كاملين داخل المغرب وخارج المغرب على الدعم المعنوي اللي قدموا لي وقدموا للأخت كنزة بصفة عامة. والواقعة ديال الكنزة كما كيعرفوا المغاربة كاملين، أنا كنت خدام داك النهار، وبالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى لقاني بهاد البنت هادي اللي خلاني حطيت الناس وركبت معايا هي. وكنت فاجئ في الطريق، ملي مشيت معاها في الطريق بدات كتبكي مسكينه، سولتها واحد السيده وبديت كنسولها انا شنو واقع لي. قالت لي راه البلاصه اللي ركبتيني منها راه تكرسوا عليا فيها شي ناس المده ديال 7 شهور، من شهر واحد حتى لدابا كنت كناكل في العصا. من بعد بقيت غادي معاها في الطريق وقلت لها واش نرجع وناخذ لك الحوايج ديالك من عند هاد الناس هادو. قالت لي لا ما نقدرش نرجع حيت هاد الناس غادي يشدوني وغيتكرسوا عليا عاوتاني، ما يخلونيش نخرج. المهم غادي معاها في الطريق وتواصلت مع الاخ ديالها بصعوبه باش عطاتني مسكينه النمره حيت كانت كترتابك وكانت مخلوعه، كان بين فوجه ديالها كانت مخلوعه. خديت النمره ديالها، خديت النمره ديال الاخ ديالها وتواصلت معاه. قلت لي خويا راه الاخت ديالك سميتها كنزه حسون، راه مسكينه تعرضت للتعذيب وتكرسات من عند الناس اللي كانوا مشغلينها. قال لي واش ممكن تصيفطها لي لمراكش. قلت لي خويا غنصيفطها لك لمراكش ولكن الاخت ديالك راه مكرفصه هنا. بالفعل داكشي اللي وصلت لاكار المحطه ديال التران. دخلت قطعت ليها التذكره ديالها باش تمشي. وواحد اللحظه كنشوف الاثر ديال الضرب حيت في الاول ملي ركبت معايا ما كنتش ملاحظ حيت ركبت اللور بحكم الطاكسي كبير، اللور ما كيبانش ما كتكونش ديك الرؤيه بوضوح. عطيت ملي وقفت قدام لاكار قطعت ليها البي، خدات مسكينه شويه شربت شويه الماء، كلات شي حاجه خفيفه باش حيت المسكينه كانت باينه سخفانه. كنتفاجئ باليد ديالها عندها كسر في اليد ديالها حيت كتبان اي واحد غادي يعرف بان السيده كانت يدها عوجه، والانف ديالها كان منفوخ مسكينه وكانت الزروقيه فيها. وفي الاخير كنتفاجئ بالودن ديالها حيت كانت دايره الزيت، بالودن ديالها كانت مضروبه ومنفوخه. ما داكشي علاش هذا هو السبب الاول اللي خلاني انا انولي نتفاعل مع القضيه ديالها انولي داك البي تانولا. واتصلت بالناس ديال الصحافه كانوا مشكورين، واتصلت برجل الاخت ديالها اللي تواصل معايا وعطاني النمره ديال الاخ اللي كاين في المحمديه اللي غادي يلتحق بيا وبيه غادي يكون معايا وغادي يوصل الصوت ديالها من عن طريق الصحافه. ومن بعد اتصلوا بيا رجال الدرك باش 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 نجيب البنت لابريكاد باش نديروا المحضر ديالنا ويديروا المعاينه. ومن بعد عمرنا المحاضر وخرجنا من لابريكاد مع 4 ونص ديال الصباح. الغد ليه توجهنا باش نديروا البنت سكانير، كان الاضراب وداكشي بحكم اضراب في كلينيك ديال كازا. دخل البروفيسور باش البنت تعالج باش نقدموا باش يقدم لها يد المساعده وفي اي حاجه داخله في التطبيب. بالفعل كان مشكور وتحيه ليه كبيره من هذا المنبر. والمساله الثانيه اللي بغيت نوجه للناس اللي كيتهموني. نعم خويا، الناس الاولين يعني التعاليق وهذا تفاعلوا معاك وقالوا بان العمل اللي هو عمل جبار، لان عمل خيري وكنعرفوا الخير ما بقاش يقدر يديروه الناس في هذا الوقت من مجموعه ديال الاسباب اللي معروفه، خصوصا عند التخوف لان كيخلي وقته وكاع غادي جاي مثلا عند دارك ولا عند الامن الوطني انت شي كامل ما خليتش. نعم. يعني بعض الحائط واحد شويه روس. نعم. شي كامل درتي في بعض الحائط ورغم ذلك درتي الخير ومشيتي من هذا. نعم. والناس شكروك دابا، واش هذوك الناس اللي شكروك تقلبوا ولاو
اتهموك ماشي، ما نقولش كلشي حيت الا قلت كلشي غادي نتسمى انا كذاب وغنتسمى ما مزيانش. لا بالعكس، قله قليله مشكورين الناس كاملين على التعاليق ديالهم وعلى الشكر ديالهم وعلى الدعوات ديالهم. انا كنشوف كلشي، كاع التعاليق كنشوفهم بحكم قله قليله الله يسمح لهم اللي كيقولوا بانني انا عبد ربي كياخذ خدا الفلوس وتهرب وكتم الشهاده ديال البنت في القضيه ديال المحكمه وفي كاع الجلسات اللي ما كنحضرش. بالعكس انا راه الاشاره في اي وقت اتعيط لي المحكمه، غيعيطوا لي الناس ديال القضاء، غادي نكون راه الاشاره. والاخت كنزه كيف ما وقفش معاها في الاول انا باقي معاها لحد الان. تلاقيتي معاها في الاول يعني درتي هي داكشي اللي تسد. نعم. ما يبقاش انك تبان يومين لانك انت ماشي فاعل جمعوي غير مكلف بها. نعم. نعم، انا ماشي طرف، انا ماشي طرف في القضيه ديال البنت كنزه. انا فاعل خير كما كيقولوا الناس، فاعل خير، ووصلت واحد الامانه كيف ما كنقولوا لبر الامان، وصلتها عند الناس ديال الدرك. ومن بعد مشات للطبيب المصحه، ومن المصحه داكشي جات تدريجي، من المصحه مشينا عند الناس ديال القضاء. هذا هو المسطره غاده في الشق ديالها القانوني، وداو الاختصاص راه كيديروا خدمتهم. ولكن كتشوف العكس، لو انك كنتي تبان كل حاجه كتبان معاها بزاف، هذا غتكون محط شبهه اكثر من انك درتي يقول يقولوا هذا كيبان معاها. اذا راه نعم مرض. نعم، اول حاجه كان في المحيط ديالها اللي كندوي عليها انا، كان واحد الاخ اللي كان من السبب الرئيسي اللي خلاني انا نبعد على هذه البنت هذه، بحكم كان باغي يبان النيه ديالو في الاول. الله اعلم ما كانت مزيانه كما كان، حيت انا نيتي صافيه، ما فيها لا شهره، ما فيها لا فلوس، ما فيها حتى شي حاجه. في الاخير كنتفاجئ بواحد الكلمه كان قالها لي، قال لي البنت كنزه كتجبدك غير انت، ما كتجبدنيش انا مع الصحافه. خلاني هذا الشيء نتراجع، خلاني انا نتراجع. السيد اللي كان كيستضف الصدفه عنده في البيت، اللي هذا هو السبب اللي خلاني انا نتراجع. ومن الغد ليه داز واحد اليومين وقع بيني وبينه نقاش اللي خلاني نزيد نبعد اكثر. صافي، نقاش بسيط ماشي شي حاجه، ولكن كبر هو الموضوع، هو اللي خلاني انا نبعد، بحكم بان البنت كتجلس عنده في الدار، وما يمكنش غادي تفرض على هذا السيد غادي تدخل عليه انت البيت ديالو. الا ما بغاكش تدخل عليه، ما يمكنش غادي تفرض عليه انت باش تمشي تشوف البنت عنده في الدار، بحكم البنت كتجلس عنده، هو كان كيستضفها هو. هذا الشيء علاش اللي خلاني انا نبعد. وثانيا اللي خلاني نبعد على البنت، البنت غادا المسطره القانونيه كدير خدمتها، القضاء كيدير خدمته. علاش انا غادي ندخل؟ علاش غنبقى نبان انا مع البنت؟ انا اللي طلبوني كشاهد، غنمشي نشهد عادي. اشترك الان في قناه اشواق تي في، وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.